أي مشكلات أثناء تثبيت أو بعد تثبيتها على القطعة المراد ارتداءها. وفقط لا غير، هذا طبعا بإمكانك أنك تطلعي على الخطوات الموجودة عندك في التمرين، صفحة 94 و95، حتى تعملي على تصميم رقعة من الإبليق وتعملي على تطبيقها على قطعة الترقيع اللي احنا عملنا على تصميمها في المدرسة معا. ويعطيكم ألف عافية.